بهدف رفع سوية المرأة في المجتمع وتفعيل دورها ومناقشة كل القضايا التي تهمها، افتتح فرع حمص للاتحاد النسائي الأسبوع الثقافي بمشاركة رسمية وشعبية، وبدأ حفل الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الوطن وعزف نشيد الجمهورية العربية السورية. تكتسب نشاطات الاتحاد النسائي أهمية خاصة بأن للمرأة دور كبير، وخصوصا في عملية إعادة البناء، إعادة بناء الإنسان والأسرة وإعادة تكوين المجتمع من جديد. هذا الدور الذي لمسناه في الفترة الماضية دور فاعل ومؤثر. اليوم الاتحاد النسائي يقوم بمزيد من الفعاليات والنشاطات ليكون له دور فاعل في إعادة عملية البناء. نحن كمبادرة من الاتحاد النسائي نفتتح أسبوعا ثقافيا يضم محاضرات متنوعة تبدأ اليوم بندوة فكرية عن التصحيح والمرأة، وغدا تعقبها محاضرة قانونية وأسبوعها شعرية وندوة إعلامية. الثقافة هي الحاجة الأعلى للبشرية، فبعتقد هذا الأسبوع الثقافي اللي موجود في منظمة الاتحاد النسائي من أجل رفع سوية المرأة في المجتمع، وبالتالي مناقشة كل القضايا التي تهم المرأة في خاصة في هذه المرحلة الصعبة اللي كانت للمرأة دور أساسي في صمود هذا القطر في مواجهة الإرهاب العالمي. وهذه المرأة ينبغي لها أن تشارك في المستقبل في إعادة إعمار سوريا وعودة اللحم الوطني إلى جماهير شعبنا في التصدي للإرهاب العالمي الذي تتعرض له سوريا. تخلل حفل الافتتاح إلقاء عدة كلمات تحدثت عن دور المرأة الفاعل في المجتمع، وخاصة خلال المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن، والذي كان لها دور فعال في دعم صمود المواطنين من أبنائها، وناقش المشاركون هموم المرأة وكافة القضايا التي تتعلق باهتمامها فكرياً وثقافياً واجتماعياً. يذكر أن المعرض يستمر لمدة 4 أيام ويتضمن إلقاء عدة محاضرات وندوات فكرية وثقافية متنوعة.